النهارده ذكرى ميلاد سيدة المسرح، واحدة بتعد يعني صاحبة تاني أطول مسيرة في تاريخ السينما المصرية، وعندها رصيد كبير جدا، نتكلم على حوالي 170 مسرحية. ده غير رصيدها الفني الكبير في السينما، وكمان في أعمال درامية كبيرة ليها زي الضوء الشارد والسيرة الهلالية، وهي الفنانة سميحة أيوب. اليوم هو ذكرى ميلاد فنانة عشقت الفن فمنحته أعواماً من عمرها حتى أصبحت واحدة من أطول فنانات مصر مسيرة، وتوجت بلقب سيدة المسرح، هي العظيمة سميحة أيوب. ولدت سميحة أيوب في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة، وكان عمرها 15 عاماً. في عام 1949 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينيات العديد من الأعمال، وهي فيلم شاطئ الغرام في مطلع عام 1950، ثم شاركت في فيلم ورد الغرام، وذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953. عشقت الفنانة القديرة سميحة أيوب خشبة المسرح حتى صارت سيدة المسرح العربي بمسرحياتها المعروفة من سكة السلامة وبير السلم والعباسية والناس اللي في الثالث والخديوي والشبكة، وأيضاً حققت نجاحاً في السينما وقدمت أرض النفاق وفجر الإسلام ومجرم في أجازة. انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة ما بين عامي 1975 و 1989. تولت كذلك إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية. في التسعينيات كثفت النجمة سميحة أيوب تواجدها في التلفزيون، وقدمت أعمالاً هامة في تاريخ الدراما، منها الضوء الشارد، السيرة الهلالية، وسعد اليتيم. في فنانين بيبقى عندهم تأثير مباشر علينا في حياتنا وعلى الشاشة، تستحق تكون سيدة المسرح العربي.